السلام عليكم، انا مايكل راشد وانت بتشوف برنامج الزتونه. النهاردة في برنامج الزيتونة مش هناخد مع بعض تلخيص كتاب زي ما احنا متعودين، ولكن النهاردة هجاوبكم على سؤال ناس كتير جدا كانت بتسأله، ألا وهو ازاي اختار الكتاب المناسب ليا. ناس كتير كانت بتسأل السؤال ده، وخصوصا لو حد كان عايز يبتدي في قراءة الكتب جديد وعايز يختار كتاب يكون بيشجعه على الاستمرار في القراءة. وعشان كده النهاردة هقول لكم الدليل الشامل لاختيار الكتاب المناسب ليك في 6 خطوات. الخطوة الأولى هو أنك تحدد الكاتيجوري أو نوع الكتب اللي أنت بتفضلها. طبعا كلنا عارفين أن الكتب ليها كاتيجوريز أو ليها أنواع كتير جدا، ففي كتب مثلا السيلف ديفلوبمنت أو السيلف هيلب، دي اللي هي مثلا بتساعدك أن أنت تطور من نفسك. في الكتب اللي هي النوفلز، دي مثلا اللي هي الكتب اللي فيها روايات. في الكتب مثلا اللي هي ساينس فيكشن اللي هي بتتكلم عن حاجات خيال علمي وهكذا. يعني مثلا لو انت شخص بتزهق وبتمل بسرعة انصحك ان انت تقرأ روايات او نوفلز، ولو انت شخص عاوز استفادة مباشرة انصحك ان انت تقرأ كتب السيلف ديفلوبمنت او التنمية الذاتية، او ممكن مثلا تبتدي بكتب ليها علاقة بالمجال بتاعك. يعني ممكن مثلا تقرأ كتب عن التسويق، تقرأ كتب عن السياحة، تقرأ كتب عن السياسة والعوذ بالله، تقرأ كتب عن اي حاجة ليها علاقة بالمجال بتاعك. ده هيديك حافز اكتر ان انت تبتدي قراية الكتب وان انت تفضل مكمل فيها. يبقى الخطوة الاولى بمنتهى البساطة هو ان انت تحدد الكاتيجوري او نوع الكتب اللي انت عايز تجيب منه الكتاب. الخطوة رقم 2 recommendations او الترشيحات. بعد ما استقريت على ايه نوعية الكتب اللي انت عايز تجيبها، ابتدي اسأل الناس اللي بيقروا عن ايه احسن كتاب ممكن يلاقوه في النوعية دي او في الكاتيجوري ده. هتلاقي كده في كام اسم الناس كلها مجمعة عليه، ولو انت ما عندكش حد تسأله عن الكتب ممكن تدخل على جوجل وتكتب مثلا recommendations for novels او مثلا ترشيحات للروايات او ترشيحات لكتب تنمية ذاتية وهكذا. الخطوة الثالثة خطوة الريفيوز او المراجعات. بعد ما بقى عندك شوية كتب مترشحالك سواء من صحابك او سواء من النت، تبتدي كده تفلتر الكتب دي، تشوف ريفيوز واراء الناس في كل كتاب عاملة ازاي. انا شخصيا بستخدم سايت اسمه goodreads.com، السايت ده مشهور جدا، هو تقريبا اكتر حاجة مشهورة في علم الريفيوز الكتب. والجميل اللي فيه برضو ان انت هتلاقي ريفيوز الناس في الكتب العربية، فانت بقى عندك داتابيز او عندك كده مكان تقدر تشوف عليه اي كتاب انت عاوزه الناس قالت عليه ايه واستفادت منه ولا لا. الخطوة الرابعة الكونتنت نفسه بتاع الكتاب او الفهرس بتاعه. كل كتاب بيبقى ليه فهرس كده في الاول صفحتين بيقول لنا ايه هي محتويات الكتاب ده. قبل ما تجيب اي كتاب لازم تقرأ الفهرس ده كويس، لان الفهرس ده هيقول لك انت متوقع فعلا الحاجة اللي انت عايزها من الكتاب ده ولا لا. لان ساعات اسم الكتاب نفسه بيكون بيقول لنا حاجة، بس لما نيجي نقرأ الفهرس نحس ان الكتاب هيتكلم في حاجة تانية خالص. ولان ساعات برضو في كتاب بتستخدم اسماء تجارية رنانة عشان الناس تشتري الكتاب وخلاص، بس لما تيجي تقرأ الفهرس كل الكلام ده بيتكشف. الخطوة رقم 5 كفر الكتاب من ورا اللي هو ظهر الكتاب. ظهر الكتاب بيكون مكتوب عليه معلومات مهمة جدا عن الكتاب، فلما بيقول لك الفكرة الرئيسية للكتاب على ظهره، لما بيقول لك كوتيشنز او مقولات اتقالت على الكتاب ده. ممكن ساعات يحط لك الاثنين مع بعض، يعني ممكن يحط لك ايه الفكره الرئيسيه وشويه برضو حاجات اتقالت عن الكتاب. في كل الاحوال لازم تقرا الصفحه اللي في الاخر دي، ظهر الكتاب ده لازم يتقري اول حاجه، لان ظهر الكتاب المفروض الكاتب بيحاول يبيع الكتاب ده على قد ما يقدر فيه وبيقول لك ايه هي الفكره الرئيسيه. فلو انت ما اقتنعتش بالفكره الرئيسيه اللي بيقولها لك الكاتب من اولها كده ما تجيبش الكتاب. الخطوه رقم 6 هي انك تحاول على قد ما تقدر انك تقرا اول تشابتر او تقرا اول فصل في الكتاب ده. لو قدرت فعلا تقرا اول فصل هيديك 3 معلومات مهمه جدا عن الكتاب ده. اول حاجه الفكره الرئيسيه للكتاب، الكاتب هيقول لك الفكره الرئيسيه في اول فصل وهيحاول يبيعها لك بكل الطرق عشان تفضل مكمل في الكتاب ده. تاني حاجه اسلوب الكتابه، هتفهم كده الكاتب ده بيكتب ازاي وهتعرف ايه هو اسلوب الكتابه، وهتلاقي ان الكاتب في اول فصل بيستخدم اساليب كتير جدا عشان يشدك ان انت تكمل الكتاب، فلو انت ما اتشدتش لكل الاساليب ديت مش هتعرف تكمله بعدين. طبقا لدراسه عملتها جامعه هارفارد بتقول لك ان حوالي 45% بس من الناس هم اللي بيكملوا قرايه الكتاب، فالكتاب بيحاولوا ان هم يعملوا كل ما في وسعهم ويحاولوا ان هم يبتكروا اساليب جديده عشان يخلوك تكمل الكتاب بتاعهم. تخيل بقى ان اول فصل المفروض ان هو يشدك قوي قوي ده ما شدكش زي ما انت متخيل، يبقى الكتاب كله مش هيشدك. تالت حاجه وضوح الخط، ساعات بنشتري كتب ونلاقي ان الخط بتاعها صغير جدا، او نلاقي ان الكتب الباراجرافز او القطع بتاعه الكلام ملزقه في بعض فمش عارفين ان احنا نركز قوي. فوانت بتقرا اول فصل هتبقى عارف الخط بتاع الكتاب ده ماشي ازاي وهل هو مريحك انك تكمل بيه ولا لا، وخصوصا للناس اللي عندها مشاكل في النظر. يبقى اول حاجه تحدد الكاتيجوري او النوع،
تاني حاجة تشوف الترشيحات، تالت حاجة تشوف الريفيوز أو آراء الناس، رابع حاجة تقرأ الفهرس بتاع الكتاب، وخامس حاجة تشوف الكفر بتاع الكتاب من وراء عامل ازاي، وسادس حاجة هو انك تقرأ أول فصل أو أول تشابتر في الكتاب ده. كده كنت خلصت لكم الدليل الشامل عشان تختار الكتاب المناسب ليك في 6 خطوات. ما تنساش لو الحلقة دي عجبتك تعمل لها شير عشان تساعدني ان انا اوصل معلومة واستفادة لحد تاني، وما تنساش برضو عشان تتابع كل اسبوع تلخيص كتاب جديد وكامل في اقل من 10 دقايق انك تعمل لايك وسبسكرايب للبيج بتاعت الزيتونة على الفيسبوك ولليوتيوب تشانل بتاعت الزيتونة. بس كده خلاص، كان معكم مايكل راشد، برنامج الزيتونة. شكرا.